ما رأي سماحتكم في زكاة الفطر نقودا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي عليه جمهور أهل العلم وأكثرهم أنها لا تؤدى النقود وإنما تؤدى طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاما، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعا من كذا وصاعا من كذا، فلا تخرج النقود، النقود تختلف والحبوب تختلف، الطيب وسط ذلك، فالنقود هي خطر ولم يفعلها الرسول ولا أصحابه، ودعوى بعض الناس أنها حد الفقراء ليس بشيء، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب، والفقراء موضع صرف، موضع صرف فيعطون ما فرض الله على الإنسان من الزكاة من الطعام لا من النقود، زكاة الفطر من الطعام لا من النقود، ولو كان بعض أهل قال في ذلك لكنه قول مرجوح، قول ضعيف مرجوح، والصواب أنها تخرج طعاما لا نقودا، صاعا من كل نوع، من حنطة من البر من الشعير من التمر من الأقط. نعم. وبيدعي أن يمكن استعمال المال في كل شيء يعني يستفيد به أكثر يعني. ولا ثم يشتري به دواء أو يشتري به ملابس أو شيء. يجمع الطعام ويبيع. ويبيع. أخص الناس. المكلم يحفظ. يجمع الطعام وباع. أخص الناس. إذا كان محتاجا فهو الطعام. أما الدراهم قد يأخذها ويشتري بها دخان أو غيره. طيب.